الخير، كيفكم؟ شو الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. دكتور باسم، جراح تجميل، رح نحكي عن الفيتيليجو، البهاق، مرض جلدي مناعي. وقت أنا بقول مرض جلدي مناعي، ارجعوا لو سمحتوا لزمر الدم والفيديوهات اللي عملتي كتير، ولسه رح أعمل عن فيديوهات عن زمر الدم. وصلنا تقريبا للحساسية، عملت فيديو واحد عن الحساسية بحسب فئات أو زمر الدم. إذن هو مرض جلدي مناعي يقوم بمهاجمة خلايا الجلد الصباغية المسؤولة عن أعطاء الجلد لونه المميز، مما يؤدي إلى ظهور بقع خالية من اللون على الجلد. مرض غير معدي، ما تخافوا، شائع، حيث يصيب حوالي 1-2% من سكان العالم بنسبة متساوية بين الذكور والإناث. يظهر في أي عمر، غالبا بعد سن 10، ويكون أكثر وضوحا عند أصحاب البشرة الداكنة. حوالي 30% من المصابين بالبهاق لديهم تاريخ عائلي المرض، إلا أن نسبة انتقاله للأبناء غير معروفة، لكنها أقل من 10%. عادة أنا بشوفه عادة كتير عند أصحاب الزمرة بي. شوفوا الزمرة بي، راجعوا الفيديوهات لو سمحتوا. أنواع البهاق يوجد بصورة نوعين حسب انتشاره بالجسم: منتشر بالوجه والأطراف. المنتشر بكون أكثر شيء بالوجه والأطراف، شائع الانتشار والانتشار كلي. يعني المنتشر إما بكون بالوجه بالأطراف، شائع انتشار ممكن يكون أكثر يعني، أو بيكون شامل للجسم. محدود الانتشار يكون بقعة أو أكثر من بقعة في منطقة واحدة، نمط قطع يصيب منطقة واحدة من الجسم. تنبؤ بمسار المرض، لا يمكن التنبؤ بسير تطورات مرض البهاق، قد ينتشر بسرعة أو ببطء، أو قد يبقى ثابت على حاله لعدة سنوات. من حالات نادرة قد يشفى من تلقاء نفسه. حالات نادرة هيك بركز بليز على التغذية، راجعوا الفيديوهات، خصوصا انتو اصحاب الزمرة بي قد تعانون بشكل كبير من كتير من الامراض المناعية. كيف يتم تشخيص البهاق؟ عن طريق اكيد الدرماتولوجيست، طبيب الجلدية، خلال فحص سريري. علاج البهاق، وسائل عديدة، بس شو رأيكم؟ تنقسم لنوعين: العمل على إعادة الأصبغة للمناطق البيضاء، يتم استخدام العلاجات الموضعية كدهانات الكورتيزون، مضادات الكالسينورين لإعادة الصبغة للبهاق محدود الانتشار. يختلف مستوى الاستجابة للعلاج من منطقة إلى أخرى، حيث يعتبر الوجه أفضل استجابة من الأطراف، ولكن لهذه العلاجات محاذير خاصة، لذا يجب عدم استخدامها دون إشراف طبي. أما في حال الرغبة بإعادة الصبغة للبهاق شائع الانتشار، فيتم استخدام العلاج الضوئي، حيث يتم تعريض المناطق المصابة للضوء في غرف مخصصة، وتعد هذه الوسائل أو تعد هذه الوسيلة أحد أنجح الوسائل العلاجية. إذن قلنا العمل على إعادة أصبغة للمناطق البيضاء، الثاني إزالة الخلايا الصبغية ليصبح اللون موحد. العلاج بإزالة الصبغة من باقي المناطق المحيطة للمنطقة المصابة غالبا ما تستخدم في الحالات المستعصية المنتشرة بشكل كبير جدا في الجسم. يتطلب العلاج وضع كريم مرة واحدة أو مرتين لمدة 1-4 سنين. هذه الوسيلة لها أضرار محاذير الخاصة، لا ينصح باللجوء إليها دون إشراف طبي. استخدامات الوسائل غير العلاجية: المنتجات التمويهية، تستخدم هذه الوسيلة لتحيد مظهر الجلد وقتيا، وهي وسيلة آمنة للتقليل من وضوح الأعراض وتجنب الانعكاسات النفسية المحتملة خاصة لدى الأطفال. يحد من استخدام هذه الوسائل الحاجة المتكررة لإعادة تغطية المنطقة، حيث يستغرق بعض الوقت، وتحتاج لمهارة للوصول إلى لون مماثل للبشرة. فهي فيديوهات بسيطة عم نحكي فيها عن بعض الأمراض الجلدية، حكينا عن استخدام كريم مواق الشمسي، حب الشباب، البهاق. رح نحكي لسه عن شغلتين تانيات ضمن هذا الموضوع. كان معكم دكتور باسم. إن عجبكم الفيديو عملوا لايك، شير، سبسكرايب، فعلوا زر الجرس. وبرجع بذكر البهاق الصداف، رح أحكي عنه. بهاق الصداف هو مرض مناعي وليس مرض جلدي فقط، يعني مرض مناعي تظاهراته جلدية، مناعة بتكون مفرطة بتتوجه نحو الخلايا الصباغية بتقتلها، ما بينفرز ميلانين بيطلع البهاق. إذن ركز على غذائك وراجع الفيديوهات الخاصة ب
الزمر الدموية خصوصا انتو أصحاب زمرة الدم ب.